الحمد لله ان اليوم حصلنا فرصه عشان نشوف الوجه الطيب. الله يسعدك ويبارك فيك. وجودك يا دكتور يسوى كل شيء. ايش الحماده؟ هذا من اكبر المستشارين على مستوى الجنوب. هذا مال الجوال اذا شغال باللودي عاد التزم شعر الغفله. يعني مثلا واحد اصلا زي مثلا انا طبعا نزل النفسيه شوي ولا لا؟ لا انا شو الدنيا زي العقرب. لا 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 دكتور احنا عندنا شغلك عندنا شغل معاك. زجران حبيبي هذا شغل معاك وابو علي والشيخ برضو والشيخ برضو هذول كلهم عملائي انا. الله صايب اي باجي. شو اسمه بعد شهر بعد رمضان بعد رمضان تفضل. الله يحييك. يكويك يكويك يكوي هو امشي على رجال. لا لا ما ما يصير مكاني موجود. هذه تكعبها كوعبه ها توديها من ذول تسوي غطروب وش تصير ما ادري. يلا تجربه موفقه. يحسبون اني مريض ما دروا عن علتي بس افترى. قلت يا اهل الخير بالخط العريض ساكن الدم التي ودواي صوب اهل الريض. يا سلام يا عمري. اي نعم حماده في الرياض موجود. متى تجي يا حماده؟ ترى اشتقنا لك من زمان. الله يحفظك. هلا ابو دويش احبك. مع السلامه. شو تدور بدويش؟ ندور شيء ناكل عجينة ولا؟ ها؟ عجينة. علي جوني يحسبون اني مريض ما دروا عن علتي بس بالفراق. قلت اهل الخير بالخط العريض التي ودواي صوب اهل الرياض. عاش حماده حبيبي. تحية لاهل الرياض. تحية وين ادوس؟ بدون قص بدون قص انزال شوي. تسلم يا ابو دويش. ما دروا عن علتي بس بالفراي. قلت يا اهل الخير بالخط العريض التي ودواي صوب اهل الرياض. اجي ابو دويش يا سلام. حبيبي بسام اذا جيت امشي في الخط دق علي عشان احذف حسابك من عندي. اوكي والله ما يهون علي بعد شابدي. صاحب ولا لك عشره. لا يا بعد شوف الايام اللي قضيناها. يا اخي يا اخي ارمي الجوال بكبره ولا ارمي حسابك. ارمي ارمي ايه يقصد اغمي عليه. لا لا ارمي ارمي اذبحني على الزفر. الكرتون هذا الكرتون هذا شوفوا شوفوا لاحظ لاحظ شوف الكرتون. يتحرك. لا اله الا الله. الهواء الهواء من تحت يضرب فيه. واحنا الان في مطعم طبعا. وهذا الشباب الشباب هناك طبعا الشباب وراي يتغدون وانا قاعد اتفرج على هالكرتون هذا شلون يضرب.
يلا الله يعطيكم العافية. طبعا أنا شليت لي كنافة كما تشوفون. شليت لي كنافة. شايفين؟ هذا الحين. آكلها. وبالعافية علي. طبعا أنا ما عمري ضقت كنافة أبها. خليني أشوف هالمرة حلو ما حلو. طبعا أكيد. بالقشطة طبعا. طبعا اليوم راح نمشي الى الرياض نتغدى ونتوكل على الله الى الرياض ومن الرياض الى الحسن. طبعا احنا تمينا شهر كامل في ابها في حائل في تابوك. والله كانت اناسه صعيب اناسه ما منها اناسه. وخصوصا الجمع الحلوه اللي تجمع او تربط بين الاعضاء جروب مرتضى. الله يعطيكم العافيه اشوفكم في وقت ثاني. مع الله العظيم يا بلد اختنا واحد انت ما ادري وش اللي جانا. هذا من سدح وهذا ابو ابراهيم. ابراهيم في جوال وهذا عدول. اي عدول وصوت. وهذا ابو علي. حياك ابو علي. الله حياك. حياك. اي والله العظيم ان انا ما ادري وش اللي يقول. ناس جالسين بالباص وناس هنا وما ادري نرجع للشاليه ولا ننام هنا ولا والله ما تدري. شوف اللي جاي من خبر. ان شاء الله جاي من خبر. ان شاء الله بشر نقوم ولا نقعد ولا وش وشكم انتم؟ والله جاي تثبن امورك. وين جاي؟ زهقت ابي امشي. وين تبي تروح لهالك؟ ابي اروح لهالي خلاص. طقت شبدي. طقت شبدك توك مالك اسبوع. وهلك مالك الاسبوع. وينك اللي قاعدين شهر؟ شهر عليكم طوعين مريضي. ولا كنا اقرب تاكسي واروح البيت. هين ها؟ ما تدري كنا قد اسبوع يعني زياده. اصبر اذا وظيفتك. هاي انا اوريك سامي جسمي يا رجال. بكره بنمشي. الله يعين. بس وش هذه؟ شرهم عليك شر على اهاليكم وهديكم وعلى كيفكم. اي والله اندرم واحده والله العظيم انها عجبه. ايش ما رجيها ولا جرجيها الحمد لله امطار خير وبركه علينا وعليكم. ما شاء الله شوفوا الاجواء. شوفوا اجواء ابها. ابها البهيه ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله طول عمرك. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحمد لله على ذا الخير. الحمد لله على ذا النعمة. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. إن شاء الله مطار خير وبركة علينا وعليكم. القهوة لازم تفوح وتركب الشو على النار. القهوة لازم تفوح وتركب الشو على النار. هذا القهوة. القهوة لازم تقلب. لازم تفوح. تحطون في البريق لفاحت وقلبت تحطون في الدلة اللي هي دلة الرسلان. هذا القهوة. القهوة لازم تقلب. لازم تفوح تحط. يا صباح الخير يا صباح السعادة. الله يصبحكم بكل خير وبركة ويشفي مرضاكم يا رب ويحفظكم وين ما كنتم. يا الله يا كريم يا الله يا رب. ان الله يسعدكم ويوفقكم.
شيخ الباب القديم وانا هذا مطعم شو الحركات والله التلفون يا عزة ماذا حرارة الو والدنيا هلا حبي هلا ابو مهاب هلا والله والله شفت البيبان بيبان قديمه مره اي والله قديمه عادل ولا شوف السيل سكر الطريق ولا حد قادر يعدي والله خطر جدا ما شاء الله امطار خير وبركه ربي لك الحمد طيب كيف نمشي حنا الحين سعيد صباحكم مساء الخير ما شاء الله الاجواء جميله جدا الله عليك يا ابها والله العظيم تستحق الزياره مره مره خير. إن شاء الله لن نعود لها بإذن الله قريبا ما شاء الله تبارك الله وشو هالجاو صباح الخير علينا وعليكم ها حيدر ها كل يوم مطير هنا مطير موت هناك عندنا يقول ذا حار مكيفات وين مطير وخيرات من الله اي هذا ادو من الاهل ما شاء الله ادو من الاهل ما شاء الله تبارك الله ها مال باسم يمكن راح احد راح ابي هوتالي اخذ منه فلوس اما ما قلت شيء اذا عبيت ايه خذ الفاتورة صباح الخير علينا وعليكم وشوفون مطير ما شاء الله تبارك الله شوفها خير خيرات هذا اللي بيسوي الفقاع يا الفقاع يا الفقاع ها شوفوا 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 الجو شوفوا الجو ما شاء الله تبارك الله مستانس العنبر ايه ما في شمس تلحب فرقد تلحب ها شوف نطير حيدر اذا جينا شوف يمك صيدلي مالت الهنين ابي اروح لها ها انت ناهديك ايه بس اذا جينا وبالحين في الطريق انا وياك قريبه والشرع من البارح ما وقفت من البارح من هذه يومين لها عدل ما شاء الله على هالخيرات اي هذا ابراهيم هذا اللي بيسوي الفقاع اي ما شاء الله تبارك الله هذا له يومين ما وقفت يومين ايه خيرات من الله ما شاء الله احنا في ابها الله يا ابها براد عندهم خيرات من الله هنا اي كنت مرازيم 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 يلا بسجك وردك ما شاء الله تبارك الله ومطير على طول ما توقف ما شاء الله اي خيرات من الله ابو ابراهيم
اي بتخضر هالشجرات هلا يقول لك يابسين تخضر الارض ترد العيان ها بدل ما يسحبون ما يوقفون الحين الارض ريانه ترتبع العيان بنروح المغسله من هي المغسله يلا كني